تحية طيبة، أهلا بكم إلى المسائية، نبدأها بالعناوين مع هنادي زيدان. مساء الخير وإلى عناوين النشرة. الحريري في الإليزي مكرما، وأولاند يمنحه وسام الشرف من رتبة كوموندور. عون يؤكد أن الجهد يتركز هذا الشهر على إنتاج قانون انتخابي جديد. قتلى وجرحى في تفجير داخل محطة مترو في سان بيترسبورغ، وبوتين لا يستبعد فرضية الإرهاب. بعد عمان والرياض، حط رئيس مجلس الوزراء سعد الحريري في باريس، حيث كرمه الرئيس الفرنسي فرانسوا أولاند في قصر الإليزيه بمنحه وسام الشرف من رتبة كوموندور. وقد خاطب الرئيس أولاند الرئيس الحريري بالقول: شجعتم حصول الحوار بين اللبنانيين كافة لإخراج لبنان من أزمته. ورد الرئيس الحريري شاكرا الرئيس الفرنسي وكل من شاركه هذه اللحظات الاستثنائية، وخاطبه قائلا: طوال فترة رئاستكم دعمتم لبنان وقيم التعايش التي هي بخطر بسبب الإرهاب، وسنستمر بالنضال من أجل لبنان أفضل. الرئيس الحريري ينتقل من فرنسا إلى ألمانيا، المحطة الثانية في جولته الأوروبية، للاجتماع مع المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، على أن ينتقل من هناك إلى بروكسل، حيث يلقي كلمة لبنان في مؤتمر بروكسل لسوريا والمنطقة، يعرض خلالها خطة حكومته لتثبيت الاستقرار والتنمية ومواجهة الضغوط على البنى التحتية والخدمات العامة جراء أزمة النازحين السوريين وحاجات لبنان على هذا الصعيد، ودور المجتمع الدولي في زيادة المساعدات المطلوبة لمواجهة هذه الأزمة. واليوم عاشت مدينة سانت بيترسبورغ الروسية التي صادف وجود الرئيس فلاديمير بوتين فيها حالا من الهلع والذعر بعد تفجير عبوة ناسفة أدى إلى سقوط العشرات بين قتيل وجريح في إحدى محطات مترو الأنفاق في المدينة. إذن حل الرئيس الحريري ضيفا مكرما في قصر الإليزي من قبل الرئيس الفرنسي فرانسوا أولاند، الذي قلده وسام جوقة الشرف من رتبة كوموندور تقديرا لجهوده. من باريس شرب العبود. هو وسام لعلاقات مميزة طالما ربطت لبنان بفرنسا، وعلاقات عمل دائما الرئيس سعد الحريري على تطويرها في مختلف المجالات. هو وسام جوقة الشرف من رتبة كوموندور منحه الرئيس الفرنسي فرانسوا أولاند لرئيس مجلس الوزراء سعد الحريري في احتفال أقيم بقصر الإليزي، وحضرته عقيلة الحريري السيدة لارا وأولاده، وعقيلة الرئيس الشهيد رفيق الحريري السيدة نازق الحريري، وشقيقه أيمن وشقيقته هند، والنائب بهي الحريري والسيد شفيق الحريري، وحشد من الوزراء والشخصيات الذين حضروا خصيصا إلى باريس للمشاركة في هذا الاحتفال. لقد كانت لكم مساهمة كبيرة في استمرار الصداقة بين لبنان وفرنسا، ووالدكم حمل شعلة بلدكم وعرف كيف يخرج لبنان من الحرب الأهلية. إنكم كنتم تيار المستقبل للحصول على استقلال وسيادة لبنان، وحققتم فوزا في الانتخابات النيابية الأخيرة، واضطررتم على مغادرة لبنان عام 2011 بسبب التهديدات التي تلقيتموها نتيجة مواقفكم المناهضة للنظام السوري. وأخيرا قمتم بمبادرة عندما رشحتم الجنرال ميشيل عون للرئاسة وأعربتم عن اهتمامكم بالمصلحة العامة. يجب على المجتمع الدولي أن يتضامن مع لبنان لبلسمة جراحه، ووجودكم على رأس الحكومة يساهم في ذلك.
إنه لشرف كبير لي أن أستلم من أيديكم هذا الوسام برتبة كوماندور، وهذا الشرف لعائلتي من قبلكم بشكل خاص أمام إبنتي الحاضرة هنا وعائلتي الكبيرة، عائلة جميع اللبنانيين الذين يحملون كل المودة لفرنسا. وباسمهم جميعا أود أن أشكركم وأود أن أقول لكم بأنني أشعر بعمق وتأثر كبير بهذا العمل الذي تقومون به اليوم. الروابط التي تجمعنا قوية جدا وقديمة، والصداقة التي أظهرتم وأعربتم عنها دوما إزاء لبنان وإزاء شخصيا لا تنسى. طوال فترة رئاستكم لفرنسا كنت أجد معكم أذنا صاغية ودعما سياسيا كبيرا، وأيضا دعم كبير للبنان ولقيم التعايش والحوار وأيضا الاعتدال والعدالة، وهي قيم جميعها بخطر بسبب المتطرفين في منطقتنا. كونوا متأكدين أننا سنستمر سويا وسنتابع سويا نضالنا ضد هؤلاء من أجل الحفاظ على الأمن والاستقرار. للبنان حضور دائم هنا وعلاقات مميزة طالما ربطت البلدين، علاقات عمل على تطويرها الرئيس الشهيد رفيق الحريري، ويستكمل الدور اليوم الرئيس سعد الحريري الذي تكرمه فرنسا بوسام رفيع من رتبة كوماندور. من قصر الإليزي، شرب العبود، تلفزيون مستقبل. وكان الرئيس الحريري استهل لقاءاته في باريس باجتماعه إلى نظيره الفرنسي برنار كازنوف، تطرقت إلى مسائل اللاجئين والإرهاب والتحديات المشتركة. العلاقات اللبنانية الفرنسية والتحضيرات لمؤتمر بروكسل المعني بالنازحين السوريين محور اللقاء بين رئيس مجلس الوزراء سعد الحريري ونظيره الفرنسي برنار كازنوف في قصر ماتينيون، في حضور السيد نادر الحريري ومستشار الرئيس الحريري للشؤون الأوروبية بازيل يارد وكبار المسؤولين والمستشارين في رئاسة الحكومة الفرنسية. أتمنى أن فرنسا يكون عندها دور تلعبه كبير، طول العلاقة بيننا وبين فرنسا علاقة أخوية وصادقة، وفرنسا بعدة مراحل ساعدت لبنان. اليوم لبنان ما فيه يتحمل عن المجتمع الدولي 1.5 مليون نازح في لبنان سوري، فيجب على المجتمع الدولي أنه يستثمر بلبنان ويعطي لبنان كل الإمكانيات لحتى يقدر يكمل هذا المشوار، وخاصة أنه الصراع بسوريا لم ينتهي. يعني نحن بلبنان طول عمنا نشتغل على الاقتصاد، في 4.5 مليون لبناني، 4.2 مليون لبناني. اليوم عم نشتغل على اقتصاد تقريبا 6 مليون وشوي، فلذلك الوضع الاقتصادي بالبلد بس ما يكون يعني النمو بالبلد على 1% ولا أقل بشوي ولا زيادة بشوي، هذا لا يكفي أنه يكون في فرص عمل للبنانيين أولا ثم للسوريين. اللي بخوفني أنا أنه المجتمع الدولي منه واعي بالشكل اللي نحن واعيين له أنه قديش ممكن هذا الشيء يأثر على لبنان. حكينا بكل شيء صراحة، واتفقنا أنه حيكون في لجنة عليا بين الرياض وبيروت، هذا الشيء مفروض نخلصه خلال شهر ونرجع نروح رحلة إلى الرياض بوجود خادم الحرمين الشريفين، ونوقع على عدة اتفاقيات. حيكون في عندنا إن شاء الله لجان، يعني حيكون مثل كل اللجان اللي عم نعملها مثل مصر وهيك، ولكن حيكون في لجان اقتصادية وصناعية وأمنية وعسكرية اللي هي تناقش دائما، كل يكون في رحلات متبادلة بين الدولتين اللي هو فعليا ما صار بالسابق بين لبنان والمملكة. نحن بدنا نجسد هذه العلاقة تكون بين المؤسسات بين لبنان والسعودية. الرئيس الحريري شدد على ضرورة مكافحة المجتمع الدولي للإرهاب، مشيرا إلى أنه على الجميع تحمل مسؤولياته بشأن نازحين في المنطقة. أمنيا وفي الضاحية الجنوبية تحديدا في الشياح، أدى إشكال بين عائلتي دمشقية ومعطوق إلى مقتل المواطن حسين علاء الدين وهو رب أسرة عمره 50 عاما صدف تواجده في مكان الحدث. السلاح المتفلت مرة جديدة، هذه المرة في الضاحية الجنوبية وتحديدا في منطقة الشياح. إشكال بين عائلتي معطوق ودمشقية بدأ في مقهى يعود لشخص من آل معطوق، فقام صاحب المقهى بحسب رواية أحد الشهود بالتوجه إلى أحد شوارع المصبغة وأطلق النار على 3 شبان كانوا يقفون في الشارع بطريقة عشوائية، فأصابت رصاصاته القاتلة حسين علاء الدين وعمره 50 عاما وهو رب عائلة، وقتلته على الفور علما أن لا دخل له بالإشكال.
وجرح آخر. الأهالي الذين عاشوا لحظات من الخوف والهلع بعد إطلاق النار الكثيف الذي شهدته المنطقة يخشون من تطور الإشكال، خصوصا وأن الأوضاع لا تزال متوترة. من بعبدة أكد رئيس الجمهورية ميشيل عون ضرورة إقرار قانون انتخاب جديد يجري العمل عليه ويحقق التمثيل الشعبي العادل ويحترم النظام الطائفي القائم في لبنان ويحافظ على حقوق الجميع. وأشار أمام وفد من مخاتير الدائرة الأولى في بيروت والمدور إلى أن لبنان وبعد السنوات سيعود ليبنى وفقا للدستور والقوانين، وسيكون اللبنانيون أمام نهج جديد في العمل يمحو تدريجا التراكم الذي استمر 27 عاما، لافتا إلى أن الجهد يتركز خلال هذا الشهر على إنتاج القانون الانتخابي الجديد. أكد وزير الصحة غسان حصباني أن تأجيل الانتخابات النيابية لأسباب تقنية وليس سياسية أصبح محسوما. في بكركي أيضا رئيس حزب الكتائب الذي أعلن أنه اقترح تفعيل مشروع قانون النسبية على أساس 15 دائرة والسير به. حركة سياسية ناشطة شهدها الصرح البطريركي في بكركي محورها قانون الانتخاب الجديد. وزير الصحة غسان حصباني قال بعد لقائه البطريرك الماروني الكاردينال ماري بشارة بطرس الراعي إن التأجيل التقني للانتخابات النيابية أصبح محسوما. في اتجاه قريبا ليكون في عنا قانون انتخاب جديد حسب ما عم بيصير التفاهم عليه. هذا القانون يجب أن يمر عبر مجلس وزراء ويضع على طاولة مجلس وزراء بأسرع وقت ممكن، وإذا وضع على طاولة مجلس وزراء بالإيجابية نفسه والتعاون نفسه اللي لقيناه بموضوع الموازنة قد نجده بموضوع قانون الانتخاب. ونعم بهذه الحالة سيكون هناك انتخابات هذا العام. إذا مضينا بقانون انتخاب جديد لابد من أخذ الوقت المناسب للتحضير للانتخابات تقنيا، لأنه في تدريب للناس، في توجيه وتوعية على ما هو القانون، لأنه اليوم عملية ديمقراطية جزء كتير كبير وأساسي من العملية الديمقراطية هو فهم الناس بماذا يفعلون وما هو القانون الذي يستخدمون ليصوتوا ويدلوا بأصواتهم. لذلك قد يكون هناك تأجيل تقني وأصبح هذا الموضوع شبه يعني محسوم من قبل الجميع، ليس لأسباب سياسية بل لأسباب تقنية محض. وفي بكركي أيضا لقاء بين البطريرك الراعي ورئيس حزب الكتائب النائب سامي جميل الذي أكد الالتزام بما تم الاتفاق عليه في الاجتماع الموسع في بكركي حول قانون الانتخاب لجهة السير بالنسبية على أساس 15 دائرة انتخابية، ومعلنا أنه اقترح تفعيل مشروع هذا القانون والسير فيه. ومن زحلي حيث نظم حزب الكتائب احتفالا تحت شعار على تضحياتكم شاهدون، أكد النائب سامي الجميل أن الكتائب تريد قانونا يوقف منطق المحادل والمال الانتخابي ويؤمن وصول أكبر عدد ممكن من الإصلاحيين والتغييريين الحقيقيين إلى المجلس النيابي. أنه ما بدنا نرجع على القوانين على قياس. الديمقراطية منا على قياس، ديمقراطية هي على قياس الشعب اللبناني. بدأ قوانين عندها وحدة معيار بتأمن صحة التمثيل وبتأمن الشراكة الحقيقية والمناصفة بين اللبنانيين. دفعنا ثمن كتير غالي تيكون عندنا دولة قانون مؤسسات، تيكون عندنا حياة ديمقراطية ويكون عندنا انتخابات، يكون عندنا مجلس نيابي وعندنا رئيس جمهورية ينتخب. تتابعون في المسائية بعد الفاصل. أحياء دمشق الشرقية في مرمى عشرات الضربات الجوية. الرئيس السيسي يلتقي ترامب ويثمن سياسته في مكافحة الإرهاب. أهلا بكم من جديد. قتل 10 أشخاص وجرح نحو 50 في انفجار عبوة ناسفة داخل إحدى محطات مترو الأنفاق في مدينة سانت بيترسبورغ التي أعلنت الحداد 3 أيام. أما الرئيس الروسي فلاديمير بوتين والموجود حاليا في المدينة فقال إن أجهزة الأمن لا تستبعد أي فرضية بما في ذلك الإرهاب.
حال من الهلع والذعر خيمت على مدينة سان بيترسبرغ جراء انفجار عبوة ناسفة في احدى محطات مترو الانفاق، ما ادى الى سقوط العشرات بين قتيل وجريح. وبعدما تردد في البداية ان تفجيرين متزامنين استهدفا محطتين للمترو، حسمت اجهزة الامن الروسية الامر واكدت ان انفجارا واحدا هز محطة سنايا بلوشاد ونتج عن عبوة تركها شخص داخل حقيبة في مقصورة القطار وتحتوي على 200 أو 300 جرام من مادة TNT. على الفور هرعت سيارات الإسعاف إلى الموقع لانتشال الجثث وإسعاف الجرحى، فيما أغلقت السلطات الروسية كل محطات مترو الأنفاق في المدينة وأجلت جميع المسافرين والركاب. من جهتها ضربت القوى الأمنية طوقا محكما في محيط المحطة المستهدفة وعززت الإجراءات الأمنية حول المرافق الحيوية كافة ومنها المطارات ومحطات القطارات ومترو الأنفاق في موسكو. الرئيس الروسي فلاديمير بوتين الموجود في سان بيترسبورغ المدينة التي ولد فيها قال خلال لقاء مع رئيس روسيا البيضاء ألكسندر لوكاشينكو إن حكومته تدرس كل الاحتمالات وراء التفجير بما في ذلك الإرهاب، مقدما التعازي إلى ذوي الضحايا. يشار إلى أنه بعد فترة وجيزة على تفجير محطة سنايا بلوشاد أبطل رجال الأمن مفعول عبوة أخرى عثر عليها في محطة مترو ثانية، كما أحيل قطار في مترو موسكو للتفتيش بعد العثور على مواد مشبوهة على متنه. التفجير الدامي استدعى سلسلة من ردود الفعل العربية والدولية التي شجبت هذا الاعتداء وأبدت تضامنها مع روسيا. في سوريا كثف الطيران الروسي والأسدي غاراته على حيي جوبر والقابون شرق دمشق موقعا عشرات الإصابات بين المدنيين، في وقت هدد وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي بفرض عقوبات اقتصادية إضافية على النظام. استفاق أهالي حيي جوبر والقابون ومناطق أخرى شرق دمشق على نحو 50 ضربة جوية روسية وأسدية، ما خلف عددا من القتلى والجرحى وفقا للمرصد السوري لحقوق الإنسان، وتزامنت مع 7 غارات استهدفت أماكن مختلفة من الغوطة الشرقية المعقل الرئيسي للمعارضة في ضواحي دمشق. القصف العنيف تزامن مع صد المعارضة السورية هجوما لقوات النظام على أطراف بلدة حزرمة في الغوطة الشرقية ومحاولة للتوهل في المنطقة والوصول لتل فرزت الاستراتيجي المشرف على بلدات المرج بالكامل، بينما تتواصل المعارك في محيط بلدة معردس بريف حما الشمالي بعد أن ردت المعارضة على محاولة قوات النظام التقدم باتجاه البلدة بقصف بلدة محردة الموالية للنظام. كما استهدفت غارات أخرى بلدات باب سقة وسرمدة وكفر دريان المقتصة بمخيمات النازحين بريف إدلب الشمالي وبلدات دارة عزة وكفرناها وخان العسل بريف حلب الغربي. على صعيد آخر هدد وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي في بيان خاص بسوريا في ختام اجتماعهم بلوكسمبورغ، هددوا بفرض عقوبات اقتصادية إضافية ضد حكومة النظام السوري، وأكدوا أن السلام في سوريا لن يتحقق بوجود الدولة الحالية. وكانت المنسقة العليا للسياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي فيدريكا موغريني سلمت المشاركين في الاجتماع وثيقة دعم مستقبل سوريا، معتبرة أنه من غير الواقعي أن يكون مستقبل سوريا كما كان عليه قبل 7 سنوات. من جانبه أكد وزير الخارجية الفرنسية جون مارك إيرولت أن مستقبل سوريا لا يمكن أن يكون تحت قيادة بشار الأسد. إلى بغداد وصل مستشار الرئيس الأمريكي جاريد كوشنر ليطلع بنفسه على سير المعركة ضد تنظيم داعش، كما يلتقي قادة عسكريين أمريكيين ومسؤولين عراقيين. ميدانيا قتل 5 مدنيين عراقيين بقذيفتي هاون أطلقها مسلحو داعش على مركز صحي ومدرسة في حي الموصل الجديد، فيما أفادت وكالة أعماق التابعة للتنظيم الإرهابي عن مقتل وجرح جنود عراقيين وتدمير 8 عربات في هجوم بسيارة مفخخة في الحي نفسه. صدت المقاومة الشعبية في اليمن هجوما للحوثيين في محافظة البيضاء وصف بالعنيف تحت غطاء قصف مدفعي شديد، تزامنا قصفت طائرات التحالف مخازن أسلحة للميليشيات في مديرية بيحان بشبوة ومنصة لإطلاق الصواريخ البالستية في منطقة تابعة لمديرية صرواح.
هذا وأعلن الجيش اليمني أن قياديا حوثيا من محافظة عمران سلم نفسه في جبهة كرش شمال لمحافظة لحج وكشف حالات فرار متكررة للميليشيات من الجبهة. ثمن مجلس الوزراء السعودي جهود رجال الأمن في تعقب العناصر الإرهابية وكل ما يحاول العبث بأمن المملكة ومواطنيها والمقيمين على أراضيها. وخلال جلسته الأسبوعية برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، أطلع العاهل السعودي أعضاء المجلس على نتائج محادثاته في الأردن واللقاءات التي أجراها مع القادة العرب على هامش القمة العربية، وأعرب عن سعادته باستضافة الرياض القمة العربية المقبلة، مرحبا بقادة الدول العربية الشقيقة في بلدهم الثاني المملكة. أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب خلال استقباله في البيت الأبيض نظيره المصري عبد الفتاح السيسي وقوفه بقوة إلى جانبه، وأعلن أن مصر وأمريكا ستحاربان الإرهاب معا وستجمعهما الصداقة لفترة طويلة. الرئيس السيسي من جانبه أبلغ ترامب أنه يقدر بشدة شخصيته التي وصفها بالفريدة، مثمنا سياسته في مكافحة الإرهاب، وأبدى استعداده للمساعدة بقوة في مكافحة هذه الآفة. في عمان بحث العاهل الأردني عبدالله الثاني مع رئيسة وزراء بريطانيا تريزا مي في آليات تعزيز العلاقات الاستراتيجية بين البلدين، لا سيما التعاون العسكري. وتناول اللقاء عملية السلام والأزمة السورية واللاجئين وجهود محاربة الإرهاب، حيث أكد الجانبان أهمية تكثيفها أقليميا ودوليا ضمن استراتيجية شمولية للتصدي لخطره الذي يهدد منظومة الأمن والسلم العالميين. صدق ملك البحرين حمد بن عيسى آل خليفة على تعديل دستوري يفتح الباب لمحاكمة مدنيين أمام المحاكم العسكرية وفق ما أعلنت وكالة الأنباء الرسمية، ويستبدل التعديل فقرة في الدستور تنص على حصر المحاكمات العسكرية بالجرائم التي يرتكبها عسكريون ورجال أمن، لتلغي بذلك الفقرة الجديدة هذه الحصرية على أن ينظم القانون من الآن فصاعدا عمل القضاء العسكري. وتتابعونا بعد الفاصل. وزيرة الدفاع الإيطالية تجول على المسؤولين وتتفقد كتيبة بلادها ضمن اليونيفيل. موقف مؤقت لباصات ساحة النجمة في صيدا. أهلا بكم من جديد. استنكر وزير المهاجرين طلال إرسلان خلال مؤتمر صحفي الإشكال الذي حصل في شويفات، لافتا إلى أنه تواصل مع نائب وليد جنبلاط وحزب الله بهذا الشأن. أنا وليد بيك على مستوانا من نعرف حقيقة بالضبط شو صار، والمقاومة بدها تعرف بالضبط شو صار، وأنا هون بتساءل إذا في طابور خامس خارقنا نحن في الحزب الديمقراطي أو خارق الإخوان بالحزب التقدم الاشتراكي أو خارق البعض بالشويفات أو خارق ما بعرف مين، وأكنه المطلوب فتنة إلى طابع مذهبي في مكان وإلى طابع فتنة درزية داخلية في مكان آخر. تم الاتفاق على مسألتين أو ثلاثة أساسيات: التركيز المطلق على السلم الأهلي، التركيز على العيش المشترك، التركيز على احترام وحفظ خصوصيات كل الناس، رفع الغطاء منا جميعا لكل من حاول أن يصطاد بالمياه العكر. اتفقنا على إزالة كل الشعارات الحزبية. جالت وزيرة الدفاع الإيطالية على عدد من المسؤولين اللبنانيين وأكدت دعم بلادها للبنان في المجال العسكري، إضافة إلى موضوع النازحين، كما زارت وحدة بلادها العاملة ضمن قوات اليونيفيل في الجنوب.
التعاون الثنائي بين إيطاليا ولبنان ودور القوات الإيطالية العاملة في اليونيفيل إضافة إلى مكافحة الإرهاب وأزمة النازحين السوريين هي أبرز المواضيع التي بحثها رئيس الجمهورية ميشيل عون مع وزيرة الدفاع الإيطالية روبرتا بينوتي بحضور السفير الإيطالي في لبنان ماسيمو ماروتي. الرئيس عون أشاد بتضحيات القوات الإيطالية في جنوب لبنان في سبيل تحقيق الأمن والاستقرار وتطبيق القرار 1701، واعتبر الرئيس عون أن لبنان وإيطاليا يواجهان التحديات نفسها مثل الهجرة والنزوح والإرهاب والتهديدات الأمنية، مؤكدا استمرار الجيش اللبناني والأجهزة الأمنية في مكافحة الإرهاب ومطاردة خلاياه النائمة، لافتا إلى أن موقف لبنان المطالب بالعودة الآمنة للنازحين السوريين إلى المناطق المستقرة في الداخل السوري. كما تحدث رئيس الجمهورية عن التهديدات الإسرائيلية المستمرة ضد لبنان والأعمال العدائية التي تعيق عودة الاستقرار بشكل نهائي إلى منطقة الجنوب. الوزيرة الإيطالية أكدت من جهتها استمرار إيطاليا في العمل من أجل تعزيز العلاقات بين البلدين، مشددة على استعداد بلادها للمساعدة في التخفيف من عبء النازحين السوريين في لبنان، وأكدت الاستمرار في مساعدة القوى المسلحة اللبنانية لضمان نجاحها في المهمات الموكلة إليها. وزيرة الدفاع الإيطالية زارت رئيس مجلس النواب نبيه بري يرافقها قائد الأركان الجنرال كلاوديو غراتسيانو. الرئيس بري نوه بعمل القوات الإيطالية الفاعلة ودورها في استقرار الجنوب، متحدثا عن الأطماع الإسرائيلية لا سيما الجديدة في بحر لبنان والمنطقة الاقتصادية الخاصة، محذرا من أن مثل هذه السياسة العدوانية والتهديدات تنذر بالحرب. ولفت بري إلى أن لبنان متمسك بالدفاع عن سيادته وبحره وبره وثروته النفطية، ودعا إيطاليا إلى لعب دور فاعل من أجل قيام الأمم المتحدة بواجبها تجاه التهديدات والاعتداءات الإسرائيلية وردعها وتثبيت الحقوق اللبنانية الكاملة. ثم تفقدت بينوتي كتيبة بلادها في مقرها العام في شمع قضاء صور، وكان في استقبالها قائد القطاع الغربي لليونيفيل الجنرال أوغو تشيلو وعدد كبير من الضباط والجنود الإيطاليين. واستمعت بينوتي إلى شرح مفصل عن طبيعة الوضع وعن سير المهمة الموكلة لجنود حفظ السلام الإيطاليين في الجنوب والمشاريع والخدمات التي يقدمها مكتب التعاون المدني العسكري لفائدة السكان المحليين. ثم وجهت بينوتي تحية للجنود الإيطاليين وشكرتهم على جهودهم وتضحياتهم التي يبذلونها من أجل السلام في لبنان. قضية النزوح السوري ومكافحة الإرهاب ودعم الجيش اللبناني بحثتها بينوتي أيضا مع وزير الدفاع يعقوب الصراف، ثم اختتمت زيارتها إلى لبنان بمؤتمر صحفي أكدت خلاله التزام بلادها بالقرار 1701، وأشارت إلى أنه حان الوقت أن يعترف المجتمع الدولي بجهود الحكومة اللبنانية في مسألة النازحين السوريين ومساعدته وتقديم الحوافز له، وقالت إنها كانت تتمنى لقاء رئيس الحكومة سعد الحريري لبحث هذه المسألة التي سيثيرها في بروكسل. شدد وزير العمل محمد كبارة على ضرورة خلق جسور مشتركة بين الدول العربية تساهم في توفير فرص العمل اللائق للمجتمع العربي. حذر وزير العمل محمد كبارة من تزايد أعداد النازحين السوريين إلى لبنان وانعكاساته على مستوى الرعاية الاجتماعية، مشيرا إلى أن لبنان يحتاج سنويا إلى 25,000 فرصة عمل لا يتوفر منها سوى 5,000، ما يؤدي إلى ارتفاع نسبة البطالة. وخلال الاجتماع الثلاثي حول مستقبل العمل في الدول العربية الذي تعقده منظمة العمل الدولية برئاسة رئيسها جاي رايدر في فندق الموفامبيك بمشاركة قادة من مختلف الدول العربية وفعاليات اقتصادية ونقابية، دعا كبارة إلى خلق جسور مشتركة لمواجهة التحديات التي تواجهها المنطقة. إن التطورات الحاصلة من أحداث وتسارعها في منطقة الشرق الأوسط عامة والمنطقة العربية خاصة يفرض علينا أن ننتهج سياسات اقتصادية مبنية على أسس التفاهم الموضوعي والبحث عن نقاط الالتقاء بما يوفر أرضية مشتركة ثابتة تساهم في تعزيز الحوار الاجتماعي الذي يصب في المصلحة العامة المشتركة لتحقيق العدالة الاجتماعية وتوفير فرص العمل اللائق لمجتمعنا والتوجه نحو تحقيق اندماج اقتصادي حقيقي يقوم على تشجيع الاستثمارات المتبادلة وأحداث سوق عربية مشتركة بما يعود بالنفع على كل الشعوب العربية. وتخلل الاجتماع مداخلات شددت على ضرورة العمل لبناء مستقبل للعمل اللائق في جميع أنحاء المنطقة.
بعد اتصالات بين بلدية صيدا واتحاد النقل البري تم الاتفاق على تأمين موقف مؤقت لسائقي الباصات في صيدا بديلا عن موقف النجم بعد إقفاله بسبب بيع الأرض التي يشغلها الموقف. توصلت بلدية صيدا واتحاد النقل البري إلى تأمين موقف مؤقت لسائقي الباصات العمومية في صيدا لمدة 6 أسابيع كحد أقصى على الواجهة البحرية الجنوبية للمدينة بانتظار إنشاء موقف بديل. جاء ذلك بعد سلسلة لقاءات بين البلدية والاتحاد وقائد المنطقة في قوى الأمن الداخلي العميد سمير شحادي، وتوجت بمؤتمر صحفي في ساحة النجم شارك فيه رئيس بلدية صيدا محمد السعودي ورئيس اتحاد النقل البري بسام طليص ورئيس اتحاد سائقي ومالكي السيارات العمومية في لبنان عبد الأمير نجدي. تم الاتفاق على تأمين بديل فوري هلأ مجاني حد هذا الموقف، بتتنظم الأمور، نعمل آلية لتنظيم الأمور، كل هاي السيارات والأوتوبيسات والفنات الموجودة بهذا الموقف لح تكون تركن بهذا الموقف الجانبي. الموقف الجديد اللي حتشوفوه اليوم كان في طرح انه ينعمل برسم، انا قلت لا، حيكون الموقف مجانا لغايه ما تجهز البديل. حيكون موقف عمومي مجهز، راح يجهزوا من هلا لاربع اسابيع او خمس اسابيع، وسنستمر بالنضال نحن وياكم من اجل تحقيق المطالب الثانيه. وكان سائقو الباصات قد نفذوا اعتصاما على الكورنيش البحري في صيدا احتجاجا على اقفال موقف ساحه النجم بعد بيع الارض التي كان يشغلها الموقف. تطور إشكال فردي بين عاملين في محطة وقود على الطريق الحسبي في صيدا وبين أحد زبائن المحطة ويدعى راء شين إلى إقدام الأخير على إطلاق النار من بندقية بومب أكشن باتجاههما، ما أدى إلى إصابتهما بجروح، وهما السوريان محمد عوض المحمود وعلي فياض محمود، وتم نقلهما من قبل الصليب الأحمر اللبناني إلى إحدى مستشفيات صيدا، فيما فر مطلق النار إلى جهة مجهولة، وحضرت القوى الأمنية إلى المكان وفتحت تحقيقا في الحدث. بعد فوزه في انتخابات نقابة مهندسي طرابلس والشمال، زار وفد من النقابة برئاسة النقيب بسام الزيادي ضريح الرئيس الشهيد رفيق الحريري ورفاقه الشهداء، حيث قرأوا الفاتحة عن روحهم الطاهرة. زيادي أهدى الفوز في الانتخابات لروح الرئيس الشهيد رفيق الحريري، وأكد أن عاصمة الشمال طرابلس باقية على العهد. جئناك نهديك نصرنا، فأنت يا دولة الرئيس الشهيد من يستحق الانتصار ومن يستحق لقب المهندس الأول الذي بنى وعمر وعلم. جئناك لنقول أن الشمال وعاصمته ما يزالان على العهد والوفاء، ما يزالان كما حلم يسعيان إلى تحقيق نهجك، نهج النهوض والاقتصاد والإنماء المتوازن. زار وفد من الجمعية الأرثوذكسية الفلسطينية القصر الجمهوري في بعبدة، والتقى رئيس الجمهورية ميشيل عون نقلا تحيات الرئيس الروسي فلاديمير بوتين وتمنياته بالتوفيق والنجاح في قيادة الجمهورية اللبنانية إلى بر الأمان. انتقل بعدها الوفد يرفقه السفير الروسي في لبنان ألكسندر زاسبيكين ضريح الرئيس الشهيد رفيق الحريري في وسط بيروت، حيث وضعوا إكليلا من الذهب، وكان في استقبالهم النائبان عاطف مجدلاني وأمين وهبي ومستشار رئيس مجلس الوزراء سعد الحريري للشؤون الروسية جورج شعبان ومسؤول العلاقات العامة في مكتب الرئيس الشهيد الحاج عدنان فاكهاني. وإلى الفقرة الاقتصادية مع كارولا نقاش. مساء الخير، نبدأ جولتنا على أسواق اليوم من العراق، حيث تم الإعلان خلال منتدى العراق للطاقة عن خطة لزيادة طاقة إنتاج الخام ل 5 مليون برميل قبل نهاية العام. أضاف وزير النفط أنه العراق رح يواصل التنقيب بهدف زيادة الاحتياط بحوالي 15 مليار برميل بالعام 2018. أشار أيضا إلى أنه صادرات الغاز السائل وصلت ل 1000 طن يوميا، وعم بتم العمل لرفع هالصادرات ل 7000 طن باليوم. وننتقل لشركة تسلا الأمريكية لصناعة السيارات الكهربائية. الشركة أعلنت تحقيق مبيعات قياسية بلغت حوالي 25 ألف سيارة خلال الأشهر الثلاث الأولى من هالسنة.
بحسب شركة تسلا، هالمبيعات بتشكل ارتفاع بأكثر من 70% مقارنة بنفس الفترة من العام السابق يلي شهد عموما انخفاض بالمبيعات. بحب شير إلى أنه تم شراء 5% من أسهم شركة تسلا بحوالي 1.8 مليار دولار من قبل شركة صينية. ومننهي مع أسهم شركة إيماجينيشن تكنولوجيز البريطانية يلي شهدت انخفاض بنسبة 70% إثر إنهاء شركة أبل استخدام منتجاتها. أضافت إيماجينيشن تك أنه أبل رح تتوقف عن استخدام هالمنتجات لاستبدالها بتكنولوجيا خاصة فيها. عم نحكي عن خسارة عائدات ضخمة، خصوصا أنه أبل بتستخدم منتجات إيماجينيشن بالهواتف الذكية آيفون إضافة إلى آيبادز وآيبودز بموجب ترخيص. هيدا كان كل شيء لليوم، أنا بشوفكم بكرة. وصفحة الأحوال الجوية مع كريستال. بونسوار. من المتوقع يستقر الطقس تدريجيا على أغلبية مناطق الحوض الشرقي للبحر الأبيض المتوسط بسبب كتل هوائية دافية بتأثر علينا ابتداء من نهار الثلاثاء حتى نهار الخميس. تفاصيل أكثر عن طقس لبنان منشوفها بعد جولة على الدول العربية. منبلش جولتنا مع القاهرة 28، 19 بتونس، 21 درجة بالرباط، 22 ببغداد، 23 بدمشق، 25 درجة بالقدس، والختام مع الكويت 26، 32 بالدوحة و 28 درجة بالرياض. نوصل هلا لطقس لبنان. بكره الجو العام عم بيكون غائم جزئيا مع ارتفاع اضافي بدرجات الحراره تتوصل اقصاها على الساحل ل 25 ام ادناها لل 11 درجه. بالنسبه للرطوبه بتسجل اقصاها 85%، اما سرعه الرياح بتوصل لل 30 كيلومتر بالساعه. بالجبل بتتراوح بين ال 6 وال 19 درجه، اما بالداخل بتوصل اقصاها لل 22 درجه. جولتنا اللي بتاخذنا من شمال لجنوب بتفرجينا اكثر تفاصيل حراره ببعض المناطق اللبنانيه. منبلش جولتنا من شمال مع عكار 24، 25 بطرابلس، 12 بالقرس، 23 درجه بالكوره، 24 بالهرمل، 23 بالقاع، 21 ببعلبك، 22 درجه برياء. منكمل على جبال 23، 13 بميروبا، 24 درجة بجوني وببعبدا. بيروت كمان عم توصل فيها الحرارة لل 24 درجة وطقس ساعة بيكون غائم جزئيا مع ارتفاع بدرجات الحرارة. زحل 22، 23 بشتورة، 22 بعنجر، 24 درجة بمشغرة. جزين كمان 24، 22 برشية، 24 درجة بمرج عيون وببنت جبال. والختام عم بيكون مع بيت الدين 21 والمناطق الجنوبيه صيدا سور وقانا 25 درجه. مثل ما ذكرنا لبكره عم بيكون في عنا طقس غائم جزئيا مع ارتفاع بدرجات الحراره وانخفاض بنسبه الرطوبه، وعم بيكون في عنا رياح ناشطه احيانا خاصه بالمناطق الجنوبيه. اما لبكره الحراره عم توصل اقصاها لل 24 درجه، اما ادناها ل 13 درجه. مثل ما شايفين بالنسبه لنهار الاربعاء ارتفاع اضافي بدرجات الحراره تتوصل اقصاها لل 28 درجه، اما بالنسبه لنهار الخميس عم ترجع تنخفض درجات الحراره وعم بتسجل اقصاها 23 اما ادناها 16 درجه. بمنطقه الارز الحراره بتتراوح من 3 وال 12 درجه. هيدا كان كل شيء لليوم، بشوفكم بكره. ونصل إلى دي إن إيه، حيث يضيء نديم قطيش على مدى مصداقية ممثل النظام السوري في الأمم المتحدة بشار الجعفري. قبل ذلك تذكير بعناوين المسائية. الرئيس الحريري في الإليزي مكرما، وأولاند يمنحه وسام الشرف من رتبة كوماندور. عون يؤكد أن الجهد يتركز هذا الشهر على إنتاج قانون انتخابي جديد. قتلى وجرحى في تفجير داخل محطة مترو بسانت بيترسبورغ، وبوتين لا يستبعد فرضية الإرهاب. نشكركم على المتابعة، إلى اللقاء. إلى اللقاء.
مساء الخير. النظام الدكتاتوري عادة بيكره الإعلام، بيكره كل الإعلام، يعني لو بصح له أنه هو شخصيا ما يكون عنده إعلام ما بيقول لا، بس دايما النظام الدكتاتوري بيبقى بيكره إعلام أكثر من إعلام تاني. هذا اللي صار بين قناة العربية وسفير الأسد بالأمم المتحدة إبراهيم الجعفري، كره من نوع خاص. أي ميديا فورين ميديا، أي صح وسيلة إعلام أجنبية فورين ميديا، قناة العربية فورين ميديا، والله بنصيحتي إلك اتركها وروح لإلك شي ميديا مثل العالم والناس. إذا منيحة لك ما بدي جاوبك، ما بدي سؤالك. ترسم لا 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 لا، ما بدي أسمعك. ولا صحافي عم يسألك كيف قلت له ما بدي أسمعك ما بدي ولا. هلأ من حيث المبدأ الجعفري بيحب يحكي أكثر مع الفورين ميديا، لأن إذا كذب مش دائما الفورين ميديا عندها وقت وجلد وتركيز إنها تروح تفتش على أكاذيب الجعفري. ثانيا بيكره العربية لأن العربية عن جد بتنكره، يعني خصوصا إذا أنت كنت الجعفري لازم تكرهها، القصة قديمة. هذا ما يقوم به الجيش السوري في حلب، جندي سوري، جندي سوري يجعل نفسه سلما لامرأة كي تنزل من السيارة، جندي سوري يجعل من نفسه جسرا لكي تنزل امرأة من عربة أقلتها من منطقة شرق حلب. هذا ما يفعله الجيش السوري. زلمي ليك من الجهد عم يعملوا في توثيق مش كيف ما كان. عقله الدبلوماسي حديث، يتقن قواعد الفورين ميديا. الصورة أقوى من ألف كلمة، بحالة الجعفري أقوى من 100,000 كلمة بيقولها. عقله الحديث استعمل الصورة لمخاطبة الرأي العام العالمي. بس خي العربية تقال الدم. الخبر الأكيد الذي اكتشف سريعا أن الصورة تعود لأشهر ومن العراق. وبدكن يحبكن خيتركو مبسوط طابع ورقة وجايبة معه على الاستوديو، يعني ما بعرف. وليك بس مثل ما العربية عينة على الجعفري، كمان الجعفري عينه على العربية. لكن كنت أشاهد قناة العربية السعودية، وكانت هذه القناة تستضيف إرهابيا يترأس إحدى مجموعات الإسلاميين في حلب، كانت تستضيف هذا الإرهابي من اسطنبول. ولما سأله الصحفي ماذا ستفعلون بالأقليات في سوريا إذا استلمتم الحكم، كان جوابه سنحكم عليهم وفق الشريعة. سأله الصحفي ماذا تعني بذلك، قال إما أن يعلن أفراد تلك الأقليات إسلامهم أو يدفعوا الجزية أو نقتلهم بالسيف. أيوة، وين بدكن تروحوا هلا من الجعفري يا مروجي الإرهاب والعقل التكفيري والإلغائي والوين؟ وين بدكن تروحوا من الجعفري؟ وطبعا قد ما الجعفري عقله الإعلامي متطور، خلط بين التلفزيون وبين سناب شات او انستغرام، يعني فكر انه المقابلة بتنمحى بعد 24 ساعة. بس المقابلة اللي حكي عنها ما انمحيت. والشخص الذي استضافته العربية من اسطنبول منذ ايام وتحدث عنه الجعفري هو قائد لواء التوحيد في حلب عبد القادر صالح. نتابع. عندما تتحدث عن هيئة شرعية أنت ذكرتها الآن، يعني ربما تساهم في إدارة المنطقة المحررة، أليس هذا ما يثير مخاوف الأقليات من أتباع الديانات والطوائف والمذاهب الأخرى بل والقوميات الأخرى في المنطقة؟ يا أخي من كثر ما العالم صارت تحكي عن الأقليات صرت أتمنى أصير من الأقليات، ما بسمع غير الأقليات والأقليات. يا أخي والله الأقليات رح يعيشوا حياة أطيب من الحياة اللي عايشينها في ظل هالنظام هذا، ونحن نحترم حقوق الأقليات ونراعي مشاعرا. وإلى الآن ما ظهر ولن يظهر إن شاء الله أي تصرف يهين الأقليات أو يهضم حق أي منهم. لا عادي، وناطرين إنه بمؤتمر صحافي رد على أسئلة العربية. ومحمد دغمش عم بيسأله يا حبيبي كيف بده يرد عليك، حط حالك محله انت بترد على حالك.
كيف بده يقبل يحكي معكم؟ ويا ريت وقف التفنيد على الجعفري. وإلى ريف دمشق حيث تعرضت فتاة للاغتصاب وهذه قصتها. المساء يوم السبت 18 شهر كنت راجع التاكسي على بيت أهلي، فتنا بطريق فرعي، إجوا معاكسيني ووقفوني بالتاكسي، أنزل بنتي معك. هيدا جزء من الحرب بين النظام السوري والفورين ميديا والإعلام المعادي المتآمر مثل العربية. القصة بسوريا مش ثورة وحريات، إنما إرهابيين ومجرمين وقتل مقابل دولة ومؤسسات. والدليل اللي شفتوه على قناة دنيا، اغتصاب هيدي الصبية اللي شفتوها، قصة مؤلمة الحقيقة تشرح القلب. أظهرت صور سربها منشقون عن التلفزيون السوري فبركة قوات النظام بالاشتراك مع مراسلي قنوات مؤيدة للنظام لاعترافات تتهم الثوار بارتكاب جرائم غير أخلاقية. كنت راجع بيت أهلي، طلعت بتاكسي، ولما وصلنا على حرستها دخل السائق من طريق ضرعي. هو كان بضرعي؟ طيب مو كان بفرعي؟ تفضل لاحقينه على الدعسة. خيليه صحافي فبرك له فبروكة، ماشي الحال. هيدا بيكون شي صحافي حابب يعمل سبق صحفي، خدع المشاهد وأكيد خدع محطته كمان. يعني ما فينا نقول إنه الإعلام الأسدي هيك، ظلم. هول جماعة ما بيتفاعلوا إلا مع الفورين ميديا، معايير جعفرية عالمية. مثلا نعم إياه. مشرين، ماذا عن أصوات القذائف؟ هل هناك قنص كما تروج بعض وسائل الإعلام؟ ما حقيقة هذا الوضع؟ يعني بطبيعة الحال دائما يرافق إنجاز الجيش العربي السوري مثل هكذا إشاعات ومثل هكذا تضليل إعلامي، اعتدنا عليه إياد واعتدنا وخبرناه جيدا. يعني هناك قذائف يعني كما سمعنا قبل قليل، ولكن قليلة جدا، ولكن وأنا أقف يعني بجانب وأتحدث معك مباشرة على الهواء بدون أي وسائل حماية والكاميرا وأيضا والناس من حولي يتحدث. نسمع صوت قذائف من وقت إلى آخر ولكن هي قليلة. شائعات لا يوجد قنص، إنما قذائف فقط قليلة جدا. بالحقيقة قذيفتين بالجملة عم يعملوا الشباب. حبيبي إذا واحد كذب بالتسجيل محمولة، بس باللايف بس ليك كمان بيقول واحد صدفة ساقبت وقت اللي طلعوا على الهواء سقطوا القذيفتين. ليك ومش بعيد اللي قصفوا عم بيراقبوا التلفزيون، يعني كمان مؤامرة. بس طلعت المراسلة على الهواء قال له كب القذيفتين سقط هونين اجوا حدا. مش بعيد يعني، انتبهوا. لأن الإعلام الأسدي إعلام محترم جدي وبمعايير الجعفري وطلوع، بشار الجعفري وطلوع. أنا تماما في ساحة العباسيين شرق العاصمة كما ترون خلفي، يعني هناك حركة سيارات مركبات. ساحة العباسيين ترونها بعدسة الزميل فداء. حركة الساحة طبيعية جدا. حبيبتي سيارات فهمنا، يعني يمكن شي ميني كوبر مثلا قطعت ما انتبهنا لها، بس مركبات شو؟ وكما ترون خلفي نبثة الحلقة مباشرة من أمام شلالات نياجرا، وتلاحظون الأعداد الكبيرة للسياح الحقيقة اللي وراي. ليك سياح، ليك قدي في سياح ما ليك هاي يس وي ار دي ان اي هاي. عدد كبير من السياح الحقيقة، مركبات كمان، في مركبات وراي. أي مركبات؟ أي حركة؟ ما في شيء حرك حدي غير الكاميرامان. الإعلام وهيك أكيد رح يكره إعلام العربية. إلى اللقاء. باي باي باي. ما في حدا وينه؟